زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500. افرح يا شعب، السيسي يقرر زيادة الرواتب. رفع الحد الأدنى للأجور 129 دولار ونص. الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال زيارته لمحافظة بني سويف امبارح لافتتاح بعض المشروعات التنموية أصدر 8 قرارات تهم الشارع المصري، وجه الحكومة بسرعة تنفيذها خلال خطاب الرئاسي اللي قال فيه: السيدات والسادة، الحضور الكريم، يظل المواطن المصري هو بطل روايتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى، ويظل المصريون كل المصريون في وجداني وضميري. أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي: أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانيا، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق. ثالثا، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعا، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة بالدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. وتعليقاً على قرارات رفع الأجور، أكد السيد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور أن موعد تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنها وزير المالية خلال ساعات، وأوضح أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور سوف يصل إلى 4.5 مليون مواطن. وطالب البدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص أيضا، لأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3000 جنيه. كمان شدد على وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار الجنوني اللي بيحصل في مصر، علشان المواطن يشعر بقرارات الرئيس ويستفيد منها، وتعتبر دي الزيادة السابعة اللي شهدها تطور الأجور في عهد الرئيس السيسي. أول مرة سنة 2017 لما زاد الحد الأدنى من 1200 ل 1400، والمرة الثانية سنة 2019 لما زاد الحد الأدنى من 1400 ل 2000. أما الزيادة الثالثة فكانت في مارس 2021 ل 2000 جنيه لما زاد الحد الأدنى 400 جنيه ووصل ل 2400، والزيادة الرابعة كانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه ووصل الحد الأدنى ل 2700، أما الخمسة في أكتوبر من نفس العام وصل ل 3000 جنيه. الزيادة السادسة بقى كانت في مارس 2023 لما رفع الحد الأدنى للأجور ل 3500 جنيه، ودي الزيادة السابعة اللي وصل فيها الحد الأدنى ل 4000 جنيه لكل العاملين بالقطاع العام.